مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، حرصت وزارة الداخلية على تفعيل خططها الأمنية التي أعدتها لتأمين لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، وبث الطمأنينة في نفوس الطلاب قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات. كلها موجودة وقايمة بالأمن والأمان ومحافظة على المكان ومحافظة على المرور. حاجة مشرفة وحاجة جميلة جدا، هو بقى في أمل للطلبة ولينا احنا كمان. يعني أنا دلوقتي ولية أمر همشي ومطمنة على بنتي. أنا بنتي بتمتحن هنا وإن شاء الله هسيبها وأمشي أروح شغلي وأجي بعد ما تخلص، وكل ده سايبها أمانة في إيدين أبنائنا وإخواتنا من وزارة الداخلية، ربنا يحميهم. نشكر وزارة الداخلية شكر كبير أوي 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 على المجاهدات اللي هي بتعملها. تشمل الخطط الأمنية انتشاراً أمنياً فعالاً بمحيط اللجان التي يؤدي فيها الطلبة الامتحانات، وهو ما يوفر أجواء أمنية ملائمة لهم ولذويهم الذين ينتظرون خارج اللجان، وكذا تأمين عملية نقل أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان المختلفة. في الأمن موجود للحفاظ على أمن بنتي وأمن الطلبة طبعاً. يعني كنت انتظرها كل يوم، فممكن بعد كده أجي أوصلها وأسيبها وأمشي. بصراحة النهاردة التأمين ممتاز جدا والطلبة داخلين في أمان ومفيش أي حاجة عند المدرسة تزعجهم أو تضايقهم، في أمان وراحة، والطالب هو داخل خليين باله منه هو كده بس، هو ربنا يطمن عليهم يا رب ما يخرجوا يا رب. ولضمان انسيابية الحركة المرورية فقد تم نشر خدمات مرورية بمحيط اللجان والطرق المؤدية إليها لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة ومنع التكدسات، مع وجود أقوال أمنية لرصد الحالة الأمنية على مدار الساعة. ومع اتخاذ كافة التدابير الأمنية لتأمين سير امتحانات الثانوية العامة، فإن الوزارة تحرص وفي إطار تطبيق المنظومة العقابية الحديثة بمراكز الإصلاح والتأهيل وفي مقدمتها إتاحة الحق للنزلاء في مواصلة تعليمهم، حيث جهز قطاع الحماية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم عدداً من اللجان بمراكز الإصلاح والتأهيل. قدمت والناس اتسهلت معاه في الإجراءات، والحمد لله توفر لنا مكان للمذاكرة وللرعاية، والنهاردة كان أول يوم امتحانات لينا، وبشكر وزارة الداخلية على تعاونها معنا. يأتي هذا الإجراء من قبل وزارة الداخلية في إطار اهتمامها بمعايير حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وإتاحة الفرصة للنزلاء في استكمال تعليمهم ليكونوا مؤهلين للاندماج في المجتمع.